بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ضمن سلسلة سيستم دو نوميراسيون نتطرق في هذه الحالة إلى لا ميثود دو كونفيرسيون دو لا باز ديسيمال à la base binaire pour les nombres sans virgule et pour ceux avec virgule. Dans cette vidéo, on va voir la conversion des nombres sans virgule. ونذهب للمثال الأول. نأخذ الرقم 29 ونحاول تحويله إلى لا باز بينير. من أجل ذلك نستعمل الطريقة التالية: نأخذ 29 ونقسم على 2، 29 على 2 14، الباقي 1. 14 على 2 تساوي 7 والباقي 0. نقسم كذلك 7 على 2 تساوي 3 والباقي 1، لأن 3 في 2 6، 7 ناقص 6 تساوي 1. نقسم كذلك 3 على 2، 3 على 2 تساوي 1 والباقي أيضا 1، لأن 1 في 2 2، 3 ناقص 2 تساوي 1. نقسم كذلك 1 على 2 تعطينا 0، 0 في 2 0، 1 ناقص 0 تساوي 1. إذا إلى أن نحصل على 0 في النتيجة نتوقف لنكتب الكتابة تصاعديا هكذا لنحصل على 29 اون باز 10 تساوي، نبدأ من الأسفل، نأخذ 1 هنا ثم 1 ثم 1 هنا بالأزرق ثم 0 هنا بالأصفر ثم 1 الأخير بالأحمر. إذا لنحصل في الأخير على 29 تساوي 1 1 1 0 1 اون باز 2. نذهب للتأكد عبر الآلة الحاسبة لا كالكولاتريس، نضغط على افيشاج ونختار خيار بروغرامور. إذا اون باز ديسيمال 29 ونضغط على بينير فتصبح النتيجة 1 1 1 0 1، وهي النتيجة الصحيحة. نذهب للمثال الثاني ونرى 157 اون باز 10 كم تساوي اون باز 2. نفس العملية نستعمل القسمة على 2. إذا نبدأ ب 157 على 2 تساوي 78، 78 في 2 تساوي 156، إذا الباقي 1. نفس العملية 78 على 2 تساوي 39، 39 في 2 تساوي 78 والباقي 0، لأن 78 ناقص 78 تساوي 0. ونستمر في القسمة على 2، 39 مقسومة على 2 تساوي 19، 19 في 2 38، 39 ناقص 38 تساوي 1. نفس العملية 19 على 2 تساوي 9، 9 في 2 18، 19 ناقص 18 تساوي 1. 9 على 2 4، 4 في 2 8، 9 ناقص 8 تساوي 1. 4 على 2 تساوي 2، 2 في 2 4، 4 ناقص 4 تساوي 0. ثم كذلك 2 على 2 تساوي 1 1 في 2 2 2 ناقص 2 تساوي 0. وأخيرا 1 على 2 تساوي 0 والباقي 1. إذن نفس العملية، نبدأ من الأسفل إلى الأعلى ونضع 157 en base 10 تساوي، نبدأ من الأسفل 1 باللون الأخضر ثم 0 ثم 0 ثم 1 بالأزرق ثم 0 وأخيرا 1 بالأحمر والذي يوجد في الأعلى هنا en base 2. إذن النتيجة نمسح هنا ونكتب. إذن النتيجة هي 157 en base 10 يساوي 1 0 0 1 1 1 0 1. نذهب للتأكد عبر الآلة الحاسبة، نضغط هنا على ديسيمال ونكتب 100، نمسح أولا 157 أون ديسيمال ونضغط هنا على بينير تعطينا النتيجة 1 0 0 1 1 1 0 1. إذن النتيجة صحيحة. إذن هذا كل ما يخص هذا الدرس، أتمنى أنني قد بسطت بما فيه الكفاية. في الدرس المقبل سوف نرى la méthode de conversion de la base décimale à la base binaire mais pour les nombres avec virgule. إذن إلى أن نلتقي، أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.